حاليا بس اسوي ابديت لللمبه اللايت هذا سويت الابديت للحين يعني. هذا التاثير الموسيقي وهني العادي زياده الاضاءه شوف او نطفيها تماما. انا راح اغير كامل الاضاءه مالت المكتب يعني. هذه كانت موجوده المكتب السابق، هذه بعد المكتب السابق. طبعا تركيبها يحتاج قاعده خاصه يعني، القواعد الستاندر شايف تحك، فانا راح اجيب نوع ثاني واركبه مكان الاضاءه القديمه. السؤال حول بطاريه 10000، ليش ما تعطيني 10000؟ هو سؤال مشروع جاوبناه سابقا. هو يقول لك 10000 لكن ما يقول لك ريل كاباسيتي، يعني مو مساحه حقيقيه. المساحه التقديريه 10000، شيل منها يعني 20% تقريبا. صباحكم الله بالخير. 8/9/2018 تسجيل من سناب شات بيتا على جهاز سامسونج جالكسي نوت 9 على دقة كواد اتش دي بلس. دقة الشاشة تؤثر على جودة الشاشة في السوشيال ميديا اللي تلتقط الصورة من خلال الشاشة، منها سناب شات. بعد قليل ان شاء الله راح اكتب التقرير المبدئي لجهاز سامسونج جالكسي تاب اس 4 بدون استخدام الكيبورد. في البداية اجابة السؤال، هل هذا الجهاز يصلح كبديل للابتوب بنظام ويندوز؟ الاجابة المباشرة لا. أنا أتكلم عن العمل، الإديتنج، التعديل، الأمور الأخرى. الجهاز مو بكفاءة أجهزة ويندوز الممتازة، يعني أنا ممكن أسوي عليه كثير من الأمور لكن ما راح أعتمد عليه كلابتوب أساسي بديل. يعني هذا الجهاز ما أعتمد عليه لشغلي، وقت الشغل أفتح ويندوز. أيضا اليوم راح أحضر حق معرض كانتون فير الصين اللي متواجد في غوانزو تاريخ 15/10. طبعا تاريخ 15/10 سابقا له قصة، هذا عيد ميلادي. سابقا كان يكون امتحان كيمياء. والله جد، كل 15/10 امتحان كيمياء، لكن تغيرت الظروف وصار كل 15/10 معرض جيتكس، بعدين صار معرض غوانزو. فقلت الحمد لله. معرض كانتون فير يعتبر من معارض المصانع يعني للمشتري وليست للافراد، لكن انا اروح لها لان انا اتعلم كثير هناك. في انه يعني اول جهاز انا صنعته كان من خلال هذا المعرض، يعني زرت هذا المعرض ولقيت شركات تصنع هواتف وقعدت وياها وسوينا بروتوتايب. بعدين اكتشفت انك راح تحتاج 100,000 دينار عشان تسوق للجهاز وتبيعه، فهونت عنه سنة 2013. فحاليا انا راح اروح اوريكم، حتى راح اعطيكم البزنس كارد لهذه الاماكن اللي تصنع هواتف، لان في شركات تقول لك احنا نصنع بس ما مو موجودين بالسوق. تقول شلون؟ يقول انا اصنع، انت حط اسم العلامة التجارية وحط الشكل اللي انت بيه. طبعا في تحضيرات للمعارض، يعني اكتب المعارض مسافة XQ55، انا موريك، انا حاط اللوكيشن وحاط لك الاماكن الممتازة. في بعض الفنادق ايضا فنادق ممتازة. عموما انا الحين بحضر يعني مساء الامرين. اول شيء نحجز موضوع الفندق، نخلص موضوع الفندق باذن الله، نحول على تقرير سامسونج جالكسي تاب اس 4 وان شاء الله نقدر نقدم شيء. اعتذر، انا جدا مضغوط، يعني انا رجعت اصلا من السفر، المفروض اليوم راجع، ترى رجعت من السفر بسبب العمل. ف يعني ان شاء الله خير قادم راح نشاركه معاكم باذن الله. المعرض جالكسي تاب اس 4، الموقع السيرفر الجديده ما سويتها للحين، انا اسف. ف يعني ماشي بالامور. عودة أخيرة اليوم، السؤال متكرر اللي هو نوعية معالجات فئة العليا. أنا أدري ليش نسأل السؤال. يتم تحديد هواتف فئة العليا من خلال معالجات، لأنه يوجد حد أدنى ما تقدر تنزل عنه الشركات، متعلق بالسي بي يو والجي بي يو والرام والروم ونوع الشبكة ونوع الكونكتيفيتي الاتصال. يعني ما تقدر تنزل عنه الشركة، فعند الذهاب لهذا النوع من المعالجات يتحول الهاتف فئة عليا. يبقى عاد الفنيات، يعني تواجد معالج فئة عليا هذا خلاص فلاكشيب. يبقى الفنيات، البطارية، الكاميرا أمامية خلفية، عدد الفلاشات، التقنيات المستخدمة، دقة الشاشة، زجاج الشاشة، هذه فنيات. هني تبتدي المنافسة. نفس لما نقول مثلا، مثال ولو أنه ممكن التحايل عليه، بس مثلا في عالم السيارات، سيارة 8 سلندر ما يصير نقول عنها سيارة من الفئة المتوسطة. 8 سلندر يا رجل، شلون صارت متوسطة؟ أبسط تمثيل هو السيارات، يعني إذا كانت 6 سلندر نقول فئة متوسطة، نقدر 4 سلندر نقدر نقول فئة متوسطة، لاحظ معايا. بس 8 سلندر صعبة، لأن اعتبارات 8 سلندر صرف الطاقة، البنزين، التواجد، الحجم، يعني لها حسبة. أعطيك مثال ثاني، هو ممكن ما يعني ممكن يكون أقرب للشباب، يعني مو أقرب لكل الناس. يعني لما نتكلم عن بيئة من فئة 7 وأودي الاس 8 مثلا، يعني ام 7 اس 8 AMG مرسيدس اس كلاس، يعني هذه سيارات الفول سيدان الكبار من الالمان. لما نحط وياها كابرس ما نقدر نقول كابرس مو فول سيدان،
لاحظ معي فرق شتان بينهم، بس لا زال كابرس فل سيدان. بل انك اذا خذيت مثلا كابرس اس اس ومثلا دوج هيلكات مثلا، ممكن هذه السيارات تتفوق على الفل سيدان من الفئات القمه بريميوم بالسرعه، تتفوق نفس فكره ون بلس بالفئات العليا. هي نفس الفكره، اوكي هذه السيارات فل سيدان، هذه الهواتف فلاكشيب، ينقصها عاد الجلد، ينقصها الفتحه، ينقطع الفنيات، ينقص الفنيات. نعم يعني ون بلس 6 فلاكشيب تمام، ما في يو اس بي، ما في يو اس بي 2 اتش دي ام اي، واليو اس بي تبعه 2.0، هذه تعتبر نواقص مو موجوده، هذه البريميوم يعني هذه الفنيات مو موجوده. بس اني اقول ون بلس مو فلاكشيب او بوكو فون مو فلاكشيب وهو يحمل معالج 845، يعني اكتفي بالسكوت. إذن أراكم على خير، ونتمنى لكم يوم سعيد وغد أسعد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي